مرحبا بك زيدي، شكرا. بارك الله فيك. كيف جاتك الاجواء؟ اجواء جميله. انا تقريبا ماشي اول مره كنجي للشاون، يعني دائما كنجي لها، يعني حاس بهذا الحب ديال الجمهور، ديال يعني سيرتو الدور ديال الحديد دان باقي مترسخ عند الناس، وانا يعني كنكون فرحان انني كنجي للمدينه اللي كنلقى راسي بحال كنعرف الناس كاملين. بالنسبه للتكريم؟ والتكريم هو بالنسبه ليا تكليف، لان يعني بحال كيحملك الجمهور واحد المسؤوليه اخرى اللي خصك تكون قاد بها، ونتمنى نكون قاد بها. اخر سؤال، واش نقدروا نشوفوا حديد دان ان شاء الله في شي اجزاء قادمه؟ والله ما نقدر نقول لك، على حسب. ما عرفتش والله. الله يكرمك. شكرا بزاف. الله يحفظك. الحب باش نعطيو احسن ما ممكن لهذا الانتاج. غادي نعطي كلمه سي كمال. هذا الاستاذ والممثل كان كرم يتكلم على العمل. تفضل. شكرا. بالنسبه للعمل ديال البضاعه، كان عمل كبير وكبير بزاف، وكان فيه مجهود كبير، ولكن ذاك التلاحم اللي كان بيناتنا ما بين المنتج والمخرج والممثلين والتقنيين، فتغلبنا على ذيك الصعوبات، وكان يعجز اللسان ان يعبر، ولكن نقدر نقول انني احبكم احبكم احبكم. شكرا. اذا غيتفضل السيد انس. اشترك الآن في قناة أشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.